السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وصحه جيده باذن الله تعالى، وكنتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. اليوم جيناكم اعزائي المشاهدين باش نحضروا معكم واحد السويت اللي هي عباره عن تحليه كريم كراميل، كريم كراميل فريش. عندنا واحد انا بغيت ندير واحد 4 لتر ديال الحليب، يعني كميه كبيره شويه، العدد ديال تقريبا 15 شخص مطلوبه عندي. وهذه المقادير كما تشوفوا اخواني الاعزاء، كندير شويه ديال السكر، هو الاول في المقله جوج كيسان ديال السكر، وكنضيفوا معاهم شويه ديال الماء، اللي بغيت يدير شويه ديال الماء يدير شويه ديال الليمون، واللي بغى جيس ديال السيترون ولا ديال القشره ديال الليمون ولا البرتقال يقدر يديرها، انا استغنيت عليها ما درتهاش. وكنديروا كراميل زيت حتى كيولي بحال الطريقه هذه، وكنخويو في ليبول ديالنا ديال الزجاج بحال هكا، حتى كنديروا نفس الطريقه هذا الكراميل بالطريقه هذه، وتنخوي تنخليوه يبرد. وعندي هنايا تقريبا 3 كيسان ديال السكر، 3.5 تقريبا، 3.5 كيسان ديال السكر في 4 لتر ديال الحليب. وعندي هنايا واحد 7 غرام ديال فانيلا، وعندي هنايا واحد 32 بيضة كما تتشوفوا. على كل إطرو ديال الحليب 8 البيضات، 8 البيضات على كل إطرو ديال الحليب. هذه معروفة يعني الكريم كراميل باش تيجي شاد مزيان وتيجي زوين وتيجي لذيذ إن شاء الله. بسم الله على بركة الله، نبداو معكم الطريقة. كنشدو الباطور ديالنا ولا اللي عنده الفوي يقدر يدير الفوي ديالو ماشي مشكل. بسم الله، كنضرب البيض بالطريقة هذه وكندير السكر ديالي كامل. بسم الله على بركة الله، كتجي زوين وجديد. وكنتمنى دائما اعزائي المشاهدين جربوا الفطار، كتجي زوينه وكتجي لذيذه صراحه، لذيذ. كريم كراميل فريش راه ساهل وما فيهش شي حاجه اللي هي صعيبه. ثم نبداو نشريو جاهز، نقدر نديروه في البيوت ديالنا، يكون دائما متواجد لتناول الاطفال. وانا الفران عندي راه تيسخن كيما تشوفوا، راه الفران عندي تيسخن، الفران عندي كيسخن هنايا دايرو على 150 150 درجة، راه تيسخن عندي الفران كيما تشوفوا. وكنخليو كريم كراميل تقريبا 45 دقيقة، ديرو 150 تحت و 150 فوق. ما تنساوش الدعم ديالكم، ما تنساونيش الدعم ديالكم للقناة، اشتركوا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي شيء جديد ان شاء الله، اي وصفة توصلكم. ومرحبا بالتعاليق اعزائي المشاهدين ديالكم. كيف يتجانسوا العناصر السكر مع البيض مزيان، وكنضيفوا الفانيلا ديالنا كما قلت لكم تقريبا من 5 إلى 6 غرام.
هنا اعزائي المشاهدين كما تشوفوا بعد ما ضربنا البيض والسكر مزيان حتى كيولي الخليط بهالطريقه هذه شفتوا داير واحد لاموس اللي هي صفرة من الفوق تتبقى بحال هذا الشكل هذا دوري. هنا تتعرفوا بانه كريم كراميل راه ان شاء الله السكر والبيض راه جانسوا مع بعض وراه ناجح 100% ان شاء الله باذن الله تعالى. هنا غادي نبداو نضيفوا الحليب شويه شويه ديال الحليب ديالنا بواحد الطريقه اللي هي شويه شويه باش ما يطيبش لينا البيض بالزربه. هذا وضربوه بالزربه 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 بحال هذا الشكل هذا كنبقاو نكبوا الخليط على الطريقه هذه بحال هكا بسم الله على بركه الله. يلا هنا تشوفوا اعزائي المشاهدين كما تشوفوا هذا هو الكريم كراميل ديالنا بالطريقه هذه كنخلطوا فيه باش ما يتحببش لينا ويولي عندنا دوك الكويرات. دائما البيض مع الحليب معروف خصك تضربو بالزربه تضرب بالزربه باش يطلع القوام زوين. وهنا اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه ديال كريم كراميل. غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه ملي نبداو نعبيوه ونعمروه في لي رمكان الكبار ديالنا ديال الزجاج ان شاء الله ديال الزجاج عفوا. اعزائي المشاهدين هنا غادي نبداو نعمرو كريم كراميل ديالنا بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا. هذه هي الطريقه انا درته في هذا السيفنديش في هذا الباك اللي هو غنعمر به مره واحده. ما بغيتش ندير شي حاجه اللي غادي تخوض ليا بها ملي غندير شويه بشويه غيبدا يتميلانجا عندي كريم كراميل غيولي بحال قهوه حليب. فانا درت هذه الطريقه هذه باش نخوي مره واحده بسم الله على بركه الله كما تشوفوا بالطريقه هذه. وهنا عاوتاني تنبداو نفس العملية حتى كنساليو الخليط ديالنا ونقدرو نخويو غير في بلاصة وحدة لأن عندنا الحليب سخون شوية باش ميخلطش لينا الكراميل يضيع لنا الشكل. هذا هو الشكل اعزائي المشاهدين كما تشوفوا. بقى عندي واحد الشويه هنا غادي نعمروه في لي رمكان صغار كما تشوفوا. وهذا تقريبا راه ديال 15 بيرسون. كان عندي واحد الطلبيه هنا لبعض الناس طلبوها مني وهذه هي الطريقة. وراه كيجي زوين كريم كراميل صراحة تيجي زوين. هذا راه غير بقى ليا الحليب وبغيت نديرو هنايا نديرو في هاد الرمكان هنايا بدون كراميليزي. هذا كما تتشوفو اعزائي المشاهدين هذا هو هذه هي الطريقة وكنضيفو الماء السخون ديالنا بهذا الشكل. وكما تشوفوا انا درت بابي لتحت درت الورق. علاش درت الورق؟ لانه تيهز شويه على ما تيبقاش يخلي الماء يطلع لفوق باش ما يطلعش الماء ملي يدخل الفران على الحراره باش ما يبقاش الماء يطلع دابخ بخويا يطلع الماء لفوق الكراميل. وهنا الفران راه سخنتو على درجه الحراره كما تشوفوا على 150 كما قلت لكم ما شاء الله هو سخن ودابا راه ارتفعت الحراره مزيان بسم الله على بركة الله. غادي نهزو الكريم كراميل ديالنا بهذه الطريقة. بسم الله بهذه الطريقة هذه
وعاد غادي نبداو نضيفوا اضافات ديال الماء اللي حطيناه في الفران. تقريبا حتى كيوصل النص ديال اللي راه كان تيبقى الماء، والماء راه تشوفوا راه طايب سخون، بس يساعدنا في المضغ ديال الكراميل. بسم الله نحطو في الفران هكا بحال هاد الشكل هذا، ما كنغطيوش عليه في البداية حتى كيتحمر شي شوية. صافي تنغطيو عليه أعزائي المشاهدين، ونتلاقاو معكم إن شاء الله بعد ما يطيب الكراميل ديالنا من 45 دقيقة. خليوه على 45 دقيقة إن شاء الله، نتلاقاو بعد ما يطيب الكراميل ونوريكم الطريقة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حنا رجعنا لكم بعد ما وجد تقريبا 45 دقيقة، بعد ما وجد الفلون ديالنا اللي هو كريم كراميل طازج، وهذا هي النهاية ديال كريم كراميل ديالنا. كما تتشوفوا أعزائي المشاهدون راه تيجي زوين ورائع جدا وتيستحق التجربة الصراحة. وهذا كما تتشوفوا تبارك الله راه جا زوين، والشكل ديالو راه كما تشوفوا رائع جدا، وجا حمر من الفوق هانتوما أعزائي المشاهدين. هنا كنخليوه كيبرد كريم كراميل ديالنا بهذه الطريقة هذه، وتندخلو الثلاجة تنخليوه تيبرد، تندخلو الثلاجة وتنبداو نقطعو منو، دائما نخليوه في الثلاجة كنبداو نقطعو منو فين ما بغينا شي شوية كنهزوه، وكان بعد الماكلة تنحطو الديسير ديالنا بهذه الطريقة. وتنتمنى إن الإعجاب ديالكم وتجربوه أعزائي المشاهدين، وما تنساونيش من الدعم ديالكم وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، وشكرا لكم وكنبغيكم بزاف، ودائما كنتمنى التشجيع ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نلتقي إن شاء الله في وصفة جديدة، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. مسبقا نعيدكم مبارك سعيد إن شاء الله.